فتخيل نفسك، فتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب ونصبت الموازين وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق. أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ أين فلان ابن فلان؟ استعد للوقوف بين يدي الله. هلما إلى العرض على الله وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله. لا يمنعها اشتباه الأسماء باسم أبيك، فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وإذا قرع النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب. فإذا عرفت أنك المراد بالدعاء وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في أيدي الملائكة، قد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، ما منكم إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. البخاري: تخيل عبد الله، تخيل عبد الله نفسك واقفا بين يدي ربك في يد فكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص لك فرده عليك في ذلك الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيما. فيا حسرة قلبك ويا أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك.